السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم جيت نشارك معكم بعض الافكار كيفاش تنظموا الخيوط ديال الخياطة ديالكم، اولا كيفاش تنظموا يعني المكان ديال الخياطة ديالكم. بغيت نشارك معكم بعض الافكار هنايا. كيف كتشوفوا هنا في الصوره، هادو بعض المنظمات ديال الخيوط اللي كيجيو على شكل ايطاجيرات، ممكن انكم تصايبوهم عند النجار، فقط يعني تصوروا الموديل وتديوه لهم غادي يصايبوه لكم، اولا الا كانت عندكم هاد العمليه يدويه تصايبوه راسكم. كي كتشوفوا هنايا كيتركبوا في الحيط حدا الماكينه ديال الخياطه، وكيجيو يعني كل ايطاجيره كديري فيها الالوان اللي كيقرب لبعضياتهم، يعني مثلا اللون الاحمر والتدرجات ديالو، اللون الاخضر والتدرجات ديالو، كذلك كيجيو زويونين وكيجيو منظمين، يعني فاش كتبغي شي خيط كتمشي ليه نيشان، يعني كيجيو زويونين. كاين هذا الشكل هذا، وغادي نشارك معكم بزاف ديال الاشكال. كاين هذا، غنوريكم الشكل الثاني. هذا البنات الشكل الثاني كي كتشوفوا، هذا ممكن انكم تصايبوه يعني راسكم، تاخذوا غير خشيبه بحال هكا وتصبغوها وديروا فيها داك يعني داك العويدات وتركبوا فيهم الخيوط ديالكم. هنا كي كتشوفوا هذا طابلو كبير ديال الخشب، يعني رقيق عادي، وكديروا فيه مسامرات وكتركبوا فيه الخيوط ديالكم، والتحت كاين داك جوج لي طاجيرات كديروا فيهم يعني القريعات، مثلا اللي عندكم العقيق اولا الازرار اولا الخيوط الصغيره هي محطوطه تما. المهم انا كنعطيكم صور باش تشوفوا الافكار يعني تاخذوهم. وهاد الطريقه هادي كاينه كاينين مصايبين كيتباعوا في مواقع الصينيه، راكم شفتوهم من الخشب، وما كاينينش داك المسامرات، كاين بلاصتهم خشب كيجيو زويونين كيتباعوا، ممكن انكم تصايبوهم عند النجار يعني بلا ما تحتاجوا انكم تشريوهم، غيطيحوا عليكم رخاصين، وتصبغوهم باللون اللي بغيتوا وتعلقوهم يعني في المكان اللي كتخيطوا فيه. ما عندكم مثلا عندكم غرفه خاصه بالخياطه تعلقوه تمايا، كيجي داكشي منظم حسن من ان الخيوط يبقاو يعني جامعه مثلا في واحد العلبه اولا كيبقاو يتخلطوا. وهنا كاين هذا الشكل هذا كذلك، هذا عجبني بزاف وان شاء الله ناويه انني نديرو، علاش؟ حيت فيه داك الديزاين ديال داك الماكينه ديال الخياطه وكله خشب، هذا حتى داك العويدات اللي معلقين فيه الخيوط حتى هما خشب، عجبني بزاف بزاف. كي قلت لكم ممكن تصوروا فقط الصوره وتديوها عند النجار يصايبها لكم، ما غاديش يغلي عليكم بزاف، ديروا نتوما الخشب العادي رقيق. وكاين هذا الشكل كذلك حتى هو، هذا غير يعني خشيبات وملصقينهم في الحيط يعني على شكل ايطاجيرات، ومستفين فيهم هاد الخيوط يعني بالالوان كيجيو زويونين. هادو ممكن يعني تشريو غير تفصلوا غير خشيبات وتركبوهم راسكم، يعني ما غاديش تحتاج النجار يدير لكم شي تصميم اولا شي حاجه، غير خشيبات غادي يفصلهم لكم بالطول والعرض اللي بغيتو وتحطوهم. كيجي الشكل ديالهم ملي كتشوفي صراحه هاد داك الخيوط منظمه يعني كترتاحي. انا بعدا عجبوني هاد الافكار هادو. وهنا جبت لكم فكره بسيطه بالنسبه اللي ما تقدرش انها يعني تصايب شي موديل عند النجار. كاينه هذه الفكره هذه ديال هذه العلبه اللي كيكون فيها علبه الشوكولاته، منين تسالى بحال هكا تشدوها وتستفوا فيها الخيوط، كما كتشوفوا في الصوره راها شرحه نفسها، كتستفوا خيوط على شكل دائري وكديروا ما بين كل طبقه وطبقه كديروا ورق مقوى، وكتعاودوا تستفوا الدوره الثانيه وديروا ورق مقوى حتى كتعمروا العلبه كامله، حسن كيف ما شفتوا في الصوره انهم يبقاو يعني في علبه هكا غير مرميين، هكا كيجيو منظمين. كتهزوا الخيط اللي بغيتوا تخدموا به، ومن بعد كترجعوا وكتردوه، يعني ملي تساليو به كتردوه في بلاصتو. يعني انا هنا حاولت نشارك معكم افكار زوينه يعني اللي ممكن تصايبوا عند النجار، وافكار بسيطه اللي ممكن انكم تصايبوها راسكم وتطيح عليكم يعني رخيصه كيف كنقولوا. وهنا فكره كذلك اخرى اللي هي بسيطه ممكن تصايبوها راسكم، هنا كاينين هاد العلب البلاستيكيه اللي كتعرفوهم كيتباعوا، كنستعملوهم في المطبخ، كيكونوا بالغطاء ديالهم، كتجيبوهم وكتاخذوا واحد الاسفنجه اولا كيف كنقولوا لها حنا بونجا، كتجيبوها وكتحطوها كتقطعوا القياس على القياس ديال القعر ديال البلاستيكه، وكتحطوها تمايا وكتجيبوا مسامير بحال هكا وكتخشيوهم فيها وكتركبوا فيهم الخيوط ديالكم، كيجيو كيشتو منظمين، كترتبوهم فيهم وتغطيوها يعني بالغطاء ديالها، كيجي الشكل ديالها زويون وكتجي منظمه.
وكاين هذا الشكل، هذا عجبني، كيكون يعني شكل دائري وكيدور، يعني ملي كتبغي تجبدي الخيوطه كدوريه. هذا ممكن تصايبو عند النجار لان كيبان ليا الشكل ديالو صعيب شي شويه. المهم بغيت نشارك معكم فكره باش الا عجبكم يعني توريو النجار يصايبو لكم. كيجيو زوينين هكا بالطبقات على شكل دائري. كنظن فيهم يعني داك المستمرات اللي كيخشيو فيهم الخيوط، كيجيو بحال هكا زوينين. وكاين هذا الشكل هذا حتى هو عجبني بزاف، جاي على شكل اطار خشب ومفروق من 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 الداخل، مفروق على شكل طبقات. ولا لاحظتوا كل طبقه فيها مسامير كتعلقوا فيهم داك لي كانيت ديال الماكينه، كل كانيت فيه اللون ديال البوبينه ديال الخيط. هذه فكره زوينه غادي تساعدكم في انكم في الخياطه مثلا تجبدوا تبغوا تخيطوا بشي لون، كتجبدوا الخيط والكانيت ديالو معمر. هذه نصيحه انا ننصحكم ديروها، حتى انا بغا نديرها، ديال انكم كل مره تبقاو تاخذوا واحد جوج كانيطات تشريوهم وتحيدوهم، وهكا اي لون عندكم ديروا له الكانيط ديالو باش تجيكم سهله، يعني بلا ما تبغوا كل مره تخيطوا تشدوا داك الكانيط الا كان فيه خيط كتحويوه يعني ضروري على الاقل خص يكون عندكم واحد جوج او ثلاثه ديال الكانيط. ولكن هذه الفكره هذه زوينه لان الكانيط رخاصين، يعني من الاحسن انكم كل مره تشريو جوج ولا ثلاثه، وحتى يعني تحصلوا على واحد العدد كبير ديال على قدر الخيوط اللي عندكم. ولتحت راكي شفتوا دايرين علاقات معلقين فيهم المقص، وداك لي طاجيره تحتانيه حاطين فيها يعني الطباشير ديال الفصاله. ها هي بصوره هنايا جاتكم بصوره واضحه كيفاش كتجي، كتجي منظمه الصراحه الله، يعني فقط تصبغ غادي تبان احسن، كتجي زوينه. انا عجبتني حتى هذه الفكره هذه. وكيبانوا لك حتى ملي كتبغي شي خيط، يعني كيبان لك شنو الخيط اللي بغيتي، ماشي بحال ملي كيكونوا يعني فواحد العلبه اولا غير معرمين كتبقاي تقلبي وكيترونوا. وهنا كذلك جبت لكم فكره اخرى واللي هي بسيطه حتى هي، هذه الفكره هذه ديال علبه كرتون كتجيبوها وكديروا فيها مسمارات يعني في القاع ديالها، وكتركبوا فيهم الخيوطه بحال هكا وكتسدوها يعني كتغطى. هذه ممكن تكون يعني غير علبه ديال الاحذيه تستغلوها. حتى هذه البنات فكره بسيطه كي تشوفوا، يعني غير قطع خشبيه مثلا الا كانوا عندكم تجيبوهم وتقادوهم عبر واحد وتلصقوهم في الخيط بحال هكا وتستو فوق منهم الخيوط، وديروا يعني كل خيط بالكانيت ديالو كيف ما كتشوفوا في الصوره، كيجيو صراحه الله منظمين وزوينين. حتى هذه فكره زوينه وغير مكلفه. وكاين كذلك هذا الاطار، هذه هو هذا هو كيشبه الاطار الاخر، ولكن هذا اطار غير بالكادر، يعني ما فيهش داك من الخلف داك الخشب، يعني غير اطار يعني خفيف وملصق في الحيط وكتستفوا فيه الخيوط ديالكم، كيجي زوين حتى هذا. يعني شوفوا نتوما الموديل اللي يجيكم بسيط واللي ما يجيكمش يعني ملي تديو عند النجار ما يكلفكمش بزاف. والموديل الاخير هو هذا، هذا كيجي على شكل يعني شكل معين. ما عجبنيش صراحه الله بزاف هذا الموديل هذا، ولكن يعني بغيت نشاركو معكم بالنسبه اللي عجبو. علاش ما عجبنيش؟ لانه يعني كتعرم فيه داك الخيوط، ومثلا الا بغيتي تجبد شي لون من الاسفل غادي تجبدو غادي يهبطوا يعني الخيوط الاخرى، والشكل ديالو زوين وهو منظم، ولكن فاش غادي تبغيو يعني تجبدوا الخيوط غادي تترول لكم وتضطروا انكم كل مره يعني تقادوه وتعاودوا ترتبوه، ماشي بحال الموديلات الاخرين اللي سبق وريتكم. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. خليوا لي الراي ديالكم شنو اللي عجبكم وشنو الموديل اللي عجبكم اكثر. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.